صباح الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وبتكونوا كلكم بألف خير وصحة وعافية وسعادة يا رب وهنا وراحة بال. انا صاحية النهاردة بدري عشان النهاردة يوم من الايام المؤلمة في حياتي. النهاردة هاخدكم كده معايا نقضي اليوم مع بعض ونعمل حاجات كتيرة ان شاء الله في اليوم. بصوا يا جماعة، النهاردة تالية هتطعم تطعيم الست شهور. هو عدى اسبوع اصلا على ميعاد تطعيمها، بس انا اصلا كنت ناسية ان هي كملت الست شهور. الناس اللي متابعيني على الانستا، استنوا بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وكمان تعملوا لايكات كتيره كتيره تفرحني وتسعد قلبي وتهنيني. المهم يا جماعه، انا كنت ناسيه ان ده ان تاليا هتكمل ست شهور اساسا. اللي خلاني انسى انا ما اعرفش، انا حاسبه لها من اول ما اتولدت، بحسب لها كده مثلا عندها شهر ويوم، شهر ويومين، شهر وثلاث ايام، لحد ما بتقفل الشهر بقول مثلا كده شهرين. مش عارفه ايه اللي لخبطني الشهر اللي فات، كل شهر بصورها الصوره اللي هي بتاعه اتمام شهر وبنزلها لها على الانستجرام، وهسيب لكم انستجرام تاليا تحت تشوفوا الصور دي. فبنزل لها كل شهر كده، شهر اتنين تلاته، يعني لو خشيتوا الانستجرام هتشوفوا. فانا جيت طبعا في الشهر رقم خمسه وما صورتهاش، لان بابا علي توفى في نفس اليوم اللي هي كملت فيه خمس شهور. المفروض ان هي كده كملت في نظري خمس شهور وانا كده ماشيه سليم، وتاليا عندها خمس شهور. فانا عماله احسب خمس شهور ويوم، خمس شهور ويومين، خمس شهور وثلاث ايام، لحد ما خلصت الخامس ودخلت اول السادس. فبقول يا جماعه هي في اول السادس تطعم ازاي؟ مش مفروض التطعيم لما تتم السادس؟ احلام كانت قاعده معايا في يوم وقالت لي هي تاليا ما بتقعدش ليه؟ يعني هي لسه تاليا ما قعدتش. فاحلام بتقول هي تاليا ما بتقعدش ليه؟ فقلت لها لسه يا احلام، الدكتور قال لي معانا شهر لما تكمل السادس. فاحلام قالت لي ايه ده، مش كملت السادس؟ فقلت لها لا، هي كده لسه عندها خمس شهور و20 يوم، على اساس ان تاليا لسه داخله اول السادس. انا ده كل ده اللي جاي في خيالي ان هي لسه في اول السادس. فانا استغربت وقلت ايه ده، هو ازاي يعني؟ لان ماما جت قالت لي هي مش علي اللي قال لي اول واحد، لما بقول له تانية كده بكره عندها ست شهور وهصورها بكره صوره الست شهور ان شاء الله، فقال لي ايه ده يعني هي كده هتطعم؟ فانا سكت كده شويه قلت اه ده تطعم الست شهور، وبعدين قلت التطعيم بيطعموه بعد اتمام الشهر السادس. بقيت في حيره بقى وزعلت قوي من جوايا، قلت انا ازاي مش عارفه بنتي عندها كام شهر؟ يعني هو انا متلخبطه للدرجه دي؟ فضلت احسبها يمين وشمال. المهم في الاخر لما غلبت خلاص نزلت على الانستجرام ستوري وقلت فيها يا جماعه تاليا مولوده يوم 28/11، عايزه اعرف دلوقتي واحنا في 28/5 تاليا هتكمل كام؟ انا نزلت الستوري دي يوم 28/5. المهم ان كله قال لي ان هي هتكمل ست شهور يوم 28/5. فطبعا في رسائل جات لي تاني ان هي كده لسه قفل الخمسه وتدخل في السته، فبقيت متلخبطه. فكلمت الدكتور بتاعها، البنت اللي بتشتغل معاه في العياده، كلمتها قالت لي طيب هبلغ الدكتور، وقالت لي اه هي كده تقدر تطعم، هي كده تمت ست شهور. بس انا في شهر انا مسقطاه، انا يعني انا كل شهر لما بيجي بخش ادور ايه مميزات الشهر ده، ايه التطورات اللي بتحصل فيه، طب ايه اللي بنعمله عشان الطفل ده الشهر بتاعه يكون مميز بالنسبه له، وعملنا فيه حاجات مفيده، ايه الاكل اللي المفروض ندخله، لان زي ما انتم عارفين ان بدات ادخل اكل لتاليا من اتمام الرابع، فانا مش عارفه. وبعدين انا شايفه حاسه ان تاليا بقى لها وقت قصير بدات تاكل زي ما انا كنت قايله لكم، فكل ده لخبطني. المهم ان انا رحت كشفت لها مخصوص عشان الدكتور يقول لي عندها كام شهر مني ليه كده، وابقى مطمنه واشوف هي هنغير اكل، هنزود اكل، هندخل زبادي، هندخل بيض، تمت الست شهور. المهم قالوا لي ان في ابلكيشن اسمه حاسبه العمر، الابلكيشن ده بيحسب العمر، فكتبت فيه تاريخ ميلاد تاليا فجالي ان هي عندها ست شهور ويوم. فانا بقيت متلخبطه وفي نفس الوقت زعلانه، حاسه ان يعني في شهر من عمر تاليا عدى انا ما مش واخده بالي منه، ولا الشهر ده راح فين، ولا هو ده الشهر ده مزعلني على فكره بجد والله العظيم، انا زعلانه زعلانه زعلانه، وحاسه ان انا بجد في حاجه. يلا مش مشكله. المهم ان انا
رحت للدكتور، الدكتور قال لي من 28/11 ل 28/12 شهر، من 28/12 ل 28/1 شهر، من 28/1 ل 28/2 شهر، وهكذا. كده هي تمت 6 شهور، وانا مطعمها تطعيمتها في مواعيدها، منزله لها صورها على الانستجرام في مواعيدها، بس ما اعرفش ايه اللي لخبطني. يعني انا مطعمها تطعيم الشهر الرابع يوم 29 مارس 29/3، وكده انا ماشيه صح ومظبوط، تطعيمات وصور وكل حاجه، ما اعرفش بقى ايه اللي لخبطني. ما علينا، المهم ان احنا دلوقتي هنزل اطعمها. انا بعت ام احمد الغفيره بتاعت العماره، الصحه جنب البيت، فبعتها تشوف قدامي كام واحد، واديتها الكراسه تحجز لي دور وكده على ما البس تاليا انا والبس. المهم انا لبست ولبست تاليا، وهاخدها دلوقتي واروح اطعمها، وان شاء الله يطلع يوم سهل وجميل، وهجيب لها معايا ستال وكمادتها اعمل لها وكل حاجه، عشان طبعا انتوا عارفين يوم التطعيم ده بيبقى يوم متعب. انا تاليا عندي بتقعد يومين تعبانه، والتالت بتبدا تكون مقريفه شويه بس احسن شويه. فمش عارفه ان شاء الله التطعيم ده يكون سهل. وطبعا انا مرعوبه، تاليا بتنده، طبعا انا مرعوبه لان تاليا كبرت الشهرين دول، طبعا فرقوا معاها وكبرت، فبقت فاهمه شويه، فهتحس بالوجع، وبقت زنانه اكتر، فانا قلقانه. فيلا بينا دلوقتي ننزل نروح الصحه اطعمها، ونرجع نكمل يومنا كده ان شاء الله، نشوف هنعمل ايه في اليوم وايه الجديد اللي هيحصل، ونجيب لها العلاج وكل حاجه. يلا بينا. ثلاثة خمسة اثنين. يلا يا توتة امسكي. عايزة فضل. كم؟ بصوا يا جماعة، أنا دلوقتي طعمت تاليا ورجعت. ربنا يستر الساعة الجاية دي. تاليا هي مش هتنام، عشان هي خلاص بقت بتصحى بدري شوية. فهي كمان مثلا نص ساعة ساعة كده وتبدأ تصوت. أنا طعمتها أهو، دي الكراسة اللي بنطعم فيها طبعا كلكم عارفينها. وما قطعوا لي ليه دي؟ يا جماعه شهادة الميلاد كانت ملزوقه هناك بقى قدام الصحه، بيوزعوا السريلاك، فادوني الكيسين دول، وادوني في معلقه هنا جميله. راحت فين؟ محتاج ولا ايه؟ اهي. بصوا يا جماعه، عندي التاليا معالق اشكال والوان، بس كنت نفسي اخد دي، يعني انا مش عارفه ليه. يعني انا جايبه لها عشان الدبدوب ده، بصوا انا جايبه لها بتوع ايكيا، وجايبه لها بتوع بابلز، وجايبه لها واحلام جايبه لها طبق فيه بتاعه بابلز، وجايبه لها سيليكون. يعني بصوا بس الدبدوب المعلقه دي، وكمان البامبرز ده بيبقى عينه من بيبي جوي. بصراحه ما جربتهمش، خدتهم قبل كده بس ما جربتهمش، فهجربهم. وطبعا طبعا طبعا جبت ستان، ستان شور. اول ما احس ان هي بدا جسمها يدفع هديها شويه، طبعا مع الكمادات. ان شاء الله يكون اليوم سهل وبسيط، عشان انا مش قادره وما نمتش، وان شاء الله ان شاء الله ربنا يسترها. كمان ادوني ورقه فيها كل انواع السريلاك. انا بدات ادخل لتاليا السريلاك اللي هو ايه، كوجبه وانا بره، يعني وجبه طوارئ مش وجبه اساسيه تاكلها. وقريب جدا ان شاء الله اعمل لكم فيديو عن الاكل اللي احنا بنعمله لتاليا والخضار. هي كده كده عدت 6 شهور، هي في اول السابع، فكده كده كل انواع الخضار متاحه. بس انا برضه هوريكم انا بعمل ايه وبحط لها ايه وكل حاجه ان شاء الله. يلا بينا بقى نكمل يومنا ونشوف هنعمل ايه خلال اليوم. بصوا يا جماعه، دلوقتي احنا دلوقتي الساعه 7، يعني خلصنا يومنا الصبح وعملت الغدا واتغدينا، وتاليا صحيت عيطت وديتها المسكن، عيطت وديتها المسكن، ومرمطه مرمطه. وافتكرت ان ميعاد الدكتور بتاعها النهارده، هو انا كنت عارفه ان هو النهارده، بس قلت ايه مش هوديها. وبعدين قلت خلاص، انا حسيت ان هي مش تعبانه اكتر حاجه من التطعيم بصراحه المره دي، الحمد لله والشكر لله يا رب. هي صحيت صوتت وعيطت واتمرمطت وبهدلت الدنيا ونامت، فاديتها المسكن ونامت. بس انا حاسه ان هي مش تعبانه قوي زي كل مره، الحمد لله والشكر لله، يعني ما شاء الله. فاخدها دلوقتي البسها وننزل نروح للدكتور بتاعها يطمني عليها، لان هي صدرها كان واجعها ومناخيرها وكده، وكان كاتب لها علاج. فهو قال لي، قلت له هي يوم الاحد هتطعم، فقال لي خلاص هاتيها بعد ما تطعم على بالليل كده هاتيها. انا لبست وجاهزه وحجزت في العياده، وقالوا لي قدامك 7، يعني نص ساعه كده ان شاء الله. وهنزل هلبس تاليا واجهزها واخدكم معايا. يا جماعه لبسنا الكوكو، والكوكو جاهز، يعني رجلها وجعها قوي. بصوا كمان ناموسه هنا قرصاه، جسمها سخنه حبيبتي. هنروح للدكتور دلوقتي يا كوكو. عملت لها زعرورة كمان وجميلة وحلوة تماما يا ناس. يلا بينا ناخدها نروح للدكتور دلوقتي يطمنا عليها. يلا بينا.
عتالية بتكشف دلوقتي عند الدكتور محمد وعمالة تعيط. معلش معلش. يلا يا توتي حبيبي. يعني هي كان ممكن يكون عندها برد وانا مش عارفه، بس هي عندها برد من يوم ما اتولدت. مش هسمع كده بالدنيا. اه مناخيرها مخنفره شويه، انا كل ما بجيبها لك بقول لك مناخيرها. ايوه بس انما ما بيبقاش عندها سيلان في الانف. هو لسه السيلان في الانف ده دلوقتي، بس هي كانت كويسه الصبح. عشان التطعيم مش مستحب انك تديه مع حراره عاليه او برد او اسهال. ما هي اصل عدى عليه اسبوع، فانا مش عايزه. عادي جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. عيب يا انستي. احنا عندنا مصلحه راسنا كويس، فتحه اليافوق كويسه في ركبتها. اتفضلي نفرد ركوب التوت. ما شاء الله كان ممتاز. طول كمان كويس تبارك الله. يا جماعه خلص يومنا، كشفنا التليه والحمد لله اطمنا عليها، والدكتور قال ان هي الحمد لله بخير وزي الفل، وهتخف ان شاء الله من التطعيم بكره بعده ان شاء الله، وهتبقى زي الفل. بس طبعا هو قال لي ما كانش المفروض نديها التطعيم وهي عندها سيلان في الانف، بس هو ما كانش عندها الصبح. يعني انا مش عارفه، بس اوكي مش مشكله. هجيب لها بقى باكيت بومبرز وانا مروحه ولبن، ونطلع ننام بقى عشان انا تعبت خالص النهارده، وعمال البس هدومي واغير هدومي وانزل ايه، فتعبت. فبس كده يا جماعه، خلص يومنا النهارده مع الانسه تاليا الجميله. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه. باي باي.